بسم الله الرحمن الرحيم. بعد خساره الاهلي من الزمالك 3-1 وكلام كتير قوي اللي اتقال بعد الماتش، انا عايز اقول لك بس حاجه ممكن افسرها لك بما اني مشجع لمانشستر سيتي وحفلت على ليفربول بعد ما كسبناهم، بس في الاخر اكتشفت ان احنا برضو مركز تاني وما عملناش اي حاجه، فسدنا الموسم بتاعهم عادي يا معلم، مفيش اي مشكله. ما عنديش مشكله خالص ان الاهلي يخسر من الزمالك وتكون دي الخساره الوحيده طول الموسم، بس عندي مشكله خالص ان هو لما الاهلي يخسر من الزمالك الاهلي ما يكونش البطل. الاهلي هيكون البطل في نهايه النسخه، الموضوع ما فيهوش جدال ولا فيه نقاش، بس في شويه حاجات لازم نتكلم فيها. في ما بين كل فتره والتانيه لما بنيجي نلعب ماتش تقيل بنلاقي ان احنا ما عندناش دفاع، وخط الدفاع بتاعنا في مشاكل. عندنا مدافع اسمه محمود متولى ربنا يقوم بالسلامه بيجي له الباص عليه اكتر ما بيعرف، عندنا رامي ربيعه عنده عضله ضمه اكتر ما بيعرف، عندنا ياسر ابراهيم مهما كان مدافع هو غلطاته اكبر بكتير قوي من الحاجات المفيده اللي بيعملها. الراجل النهارده فرام في نفسه قوي، الراجل طلع جاب جون والراجل خربها بجونين. ويا جماعه كمان كل مره بنلعب بقى من اشرف ناحيه الشمال اللي هو برده يا جماعه احنا ما عندناش مساكين يا جماعه. المشكله بالنسبه لنا لما الكره تتقطع من خط النص بتاعنا لان احنا بنلاقيش جدار دفاعي قوي يقدر ان هو يحمي ويعلين الشناوي قبل ما الكره ما توصل لمنطقه الجزاء ويكون في فرص خطيره اساسا. يعني مثلا لو انت عايز تعظم من باتريس كالترون النهارده، انا نفسي افهم هتقول ايه، يعني بجد والله نفسي افهم هتقول ايه تاني. هتتكلم في عبقريه كالترون، ما هي هي نفس اللي عمله في ماتش السوبر 4-1 4-1، هقفل الاطراف على الاهلي. الاهلي ايرنان فايلر على قد الامكانيات المتاحه على قد اللعيبه المتاحه، الراجل لعب 4-3-1-2، الراجل اللي عمل فرص قبل احراز الهدف بعد احراز الهدف الاول، اللعيبه وقعت نفسيا وبعد كده لما رجعت في الماتش رجعت وفاجت واستفاقت، بس برضه الزمالك في نفس المده الزمنيه الاهلي كان واقع فيها نفسيا الزمالك ما عرفش ان هو يروح على مرماك باي كوره او اي هجمه خطيره. يعني مثلا عد اللمسات اللي احمد سيد زيزو لمسهم في الشوط الاول غير الكره اللي جابها جون، مفيش، المحصله صفر. طيب عايز تقول لي يعني ان الاهلي هو اللي كان بيتحكم في المباراه والاهلي غطرسته نوعا ما اللي خسرته الماتش؟ لو انت مش عايز تشوف كده فالعيب فيك انت. انت لو فاهم ان الموضوع بالنسبه لي ان انا راجل محروق تماما ان انا خسرت من الزمالك 3 وما ينفعش كده، انا لسه شايل الاسبوع اللي فات 8، انا ما عنديش مشكله خالص، انا فرقتي هتكون في النهايه بطل الدوري. انت عايز تحتفل بانتصار وتعمله ان انت حاجه عبقريه ماشي يا معلم، بس انت في الواقع انت مش منافس ليه، انت بتكسبني علشان انا فرقه عندها غطرسه، انا عايز اكسبك واعمل عليك اداء، فدي المشكله بتاعتي. المشكله مثلا مع ريني فايلر لما قرر ان هو يعمل تغييرات الشوط الثاني وشاف ان جونر اجاي منتهي تماما، ودي حاجه بنقولها ان يا جماعه اللاعب ده في ماتشات بيكون كويس جدا والماتشات دي للاسف بتاكل مع الجمهور اللي هي بتكون ماتشات القمه، ماتش قدام اسماعيلي، ماتش مع اقرب اجاي بيكسبوا لك، بتلاقي ان اجاي بياخد حجم كتير قوي اكبر من حجم اللي هو يستحقه. اخيرا فهمنا ليه اليو باتجي موجود في الفرقه. لما نرفع له عرضيات الراجل هيكون رقم واحد والراجل هيكون دايما عليه افضليه قدام اي حد، واي حد انت بتلعب قدام خط دفاع كل مستو في الكوكب كله ان هو بيلعب بدماغه، فدي حاجه ممتازه جدا لاليو باتجي. اما اليو ديانج فكان عنده مشكله في نص الملعب والراجل كان باين ان هو سيء. لو دورت على الهجمات ودورت على الاحصائيات هتلاقي ان الاحصائيات انت عامل جيم ممتاز على الزمالك، بس المشكله زي ما قلت لك هي الغطرسه، ولما الكره بتقطع منك بيكتشف ان انت ما عندكش دفاع وعندك مشكله كمان في الراجل اللي بيلعب ديفندر في ال 4-1 4-1. لما انت قررت انك تحط شويه السوليه وتنزل حمدي فتحي شويه وتطلع ده شويه وتنزل ده شويه، الاثنين برده كان عندهم مشاكل في استخلاص الكره، فده كان بيعمل ازمات كتيره جدا الشوط الثاني لانك فتحتها على البحر، لانك حتى كمان لما تعادلت ما قررتش ترجع تدافع علشان انت كنت شايف ان الموضوع بالنسبه لك اشتغل شغف في الفريق بعد ما تعادلنا واروح اجيب التاني، بس المشكله كلها الكوره مش عايزاك، انت عملت كل حاجه في الكوره، لا انا عملت كل حاجه في الكوره، الاهلي مضيع كرات كتير قوي، لو قعدت تدور الاهلي مضيع بالراس، الاهلي مضيع تصويبات، الاهلي مضيع حاجات غريبه جدا عادي، انا ما عنديش اي مشكله، فريقي وصلت للجول ما كانتش في يومها خسرت مش ازمه، هي الازمه كلها ان انت في مصر وهيتمسك دايما عن الاهلي خسر وفايلر اتاكل. جماعة الخير انتوا بتتفرجوا على ماتش عادي. طيب الزمالك كسب، الف مبروك ليهم، مصطفى محمد الجول الثاني عبقريه والراجل مهاجم ممتاز بنقول عليه ان هو مهاجم واعد جدا مفيش اي مشكله، بس المشكله كلها انك لما تقعد تقارني ان انا كسبتك اللي هو انا فارق عنك ب 14 نقطه، انا البطل انت كسبتني، انا شويتك في الحياه انك كسبت البطل زي مانشستر سيتي السنه دي، ونفس اللي انا بقوله لك انا شويت انك كسبت البطل دي مش ممتعه زي ما انت فاهم، الموضوع ممل جدا لما تحس ان انا طب ما انا كان ممكن انافس اهو، بس هل انت ممكن تنافس اساسا؟ يعني هل انت حاسب نفسك ان انت فريق قوي مثلا وانت بتفكر تلعب اغلب الجيم على ان انا العب دفاع والعشر تحت الكوره والعب هجمات مرتده اول ما الكوره تيجي على السوليه اضغط عليهم؟ طب ايه ده؟ طب ماشي، بدل ما الكلام على الزمالك هيجيب كلام مشتمة عادي يا عم، الف مبروك ليك. انا بالنسبه لي كمشجع اهلاوي يعني بمناسبه ان الماتش ده حصل ومناسبه كمان ان الغلطات الدفاعيه اتكررت هي اتمنى من لجنه الكوره بتاعتي او زي ما بيسموها اي حاجه ان هي تشوف ان احنا محتاجين دفاع. قبل ما نتكلم عن ان احنا نجيب اطراف محتاجين دفاع. هتقول لي الراجل غلط وهبد وان هو ما لعبش بهاف يمين، انت عندك مين هاف يمين؟ وليد سليمان ما ينفعش يشيل ماتش كامل، اليو اسمه ايه ده جيرالدو لسه راجع من اصابه ما ينفعش يشيل ماتش كامل، لو عايز يشيل كل حاجه الفايلر فلا يا معلم،
فايلر عمل جيم تكتيكي ممتاز. هي فايلر كل الفكره ان في تفاصيل بس وسوء اداء لعيبه ولاعيبه اساسا ما بتستحملش ماتشات كبيره، لعيبه كسكس لورا زي ياسر في الهدف الاول، لعيبه ما بتعرفش تدافع زي محمد هاني. مشكلتي مع فايلر قلتها بين الشوطين، فايلر لما سمع ان انت لازم تلعب هاني علشان فتحي ماشي، دي اللي بوظت الدنيا. محمد هاني ما ينفعش اطلاقا يشيلك في ماتشات كبيره. محمد هاني نقطه سوداء في دفاع الاهلي بجانب الثلاثي اللي جنبه بالامانه، بس يعني طبعا هنشيل علي معلول لان علي معلول الناس بتحبه، مع ان علي معلول بيبقى سيء بس مع ذلك ما حدش يقدر يقول ان هو سيء، عيب بس عادي. ماتش زي النهارده قول يا عم علي معلول كان زي، مفيش اي مشكله، انا بطل انا كسبان الدوري بالنسبه لي خسران، لما اطلع اخسر ماتش زي ده في يا جماعه جرس انذار، افهموا ان احنا عندنا مشكله في المساكين، في جرس انذار ان انا محتاج افهم ليه اليو ديانج ما بيلعبش ديفندر رئيسي، يعني ليه اليو ديانج لما بيبدا ياخد بوكس تو بوكس. يعني الشوط الاول كان كنت مستغرب من حاجه غريبه اللي هو ليه بتلعب عمرو السوليه ديفندر وبتلعب قدامه اليو، لا ازاي انا جايب اليو اساسا على نوت ديفندر، ازاي ارجع العب بالسوليه تاني ديفندر. دي بس المشاكل بالنسبه لي مع رنين فايلر. اما الخساره هارد لك يا جماعه، عملنا كل اللي نقدر عليه، كنا ضيعنا من كل اتجاه، الكوره ما كانتش عايزانا، الكوره كانت عايزه المنافس يكسب عشان خاطر حاجات كتير قوي تحصل بعد الماتش. مبروك ليهم ثلاث نقط وراحوا، نفهم بقى ان احنا عندنا مشاكل دفاعيه ونحاول نطور من الفريق علشان خاطر قبل ما نوصل دوري الابطال نحاول ان احنا ما نلعبش جيم مفتوح قدر الامكان قدام الخصوم اللي عندها خط هجوم قوي، ما تلعبش جيم مفتوح ما فيهاش اي مشكله، خليك متوازن زي ما كنت متوازن، خصوصا يعني ان احنا خط الدفاع بتاعنا اصاباته اكتر ما بيلعب. مبروك للزمالك، ارض راك لينا، لازم نفهم ان احنا لازم نخسر ماتشات علشان خاطر نتعلم من اخطائنا، غير كده الماتش ما يسواش ثلاثة ابيض، غير ان هو كان دفعه نفسيه اكتر خسرناها لازم نتعلم منها، غير كده هنقعد نتكلم على ان فايلر عمل وسوى، هنخسر كتير لان احنا كسبانين الدوري فرق كبير. مبروك ليهم خلاص هنعمل ايه،